بسم الله الرحمن الرحيم. كنا دخلنا بواحد الاضراب ديال 9 ايام مضوي تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كداشا، ولهذا استأنف العمل. دخلنا في حوار تناقشنا مع الشركة، وهذه كانت وعدتنا بشي وعود، اجلت الملف المطلبي، ومن بعد تفاجئنا انها طردت 16 العامل اللي كونتراكتيلي. من بعد عاوتاني طردت لنا 30 اوفري اللي كونتراكتيال، ولهذا كنا في اضراب من يوم 9/6/2011، اضراب واعتصام مفتوح. كنطالبوا ارجاع المطرودين، وكنطالبوا ان شاء الله بحوار اللي يكون جاد ويشوفوا لنا في هذه الملف المطلبي هذا. ولهذا احنا رحنا معتصمين ان شاء الله مع الاخوان حتى نحققوا المطالب ديالنا. وكنلاحظوا بلي ان الشركه ما عطاتش اهميه كبيره لهذا الاضراب هذا، وغلقت الابواب ديالها. علاش؟ ما نعرف. هذا الشيء اللي كنطالبوا ان السلطات تدخل وتشوف لنا هذا الحل هذا، لحقاش كاين 180 اسره لآئلة للتشرد، وشركه حنا كنبغوا المصلحه ديال الشركه وكنصبوا الى الصالح العام والاخوان. وتحيه نضاليه وان شاء الله يكون الخير.